la chanson de Glewitz Super. Mon CD il est disponible au marché. Haras Fesselou. نختم هذه السهرة التكريمية لعالم من أعلام الموسيقى الفنان منقوش الراحل جمال علام الفنان الحاضر دائما في قلوبنا الفنان جمال علام باسم الأسماء الفنية الموسيقية المعروفة في مدينة بجاية الفنان حسين فاضل تحية للشيخ حسين
ولا صبر اليتيم ابني علانا علانا صبر ضحية نهار نصبر حتى في السماء
Thank you.
Thank you.
Thank you.
هاي كما العشاء متسقس وتنقلب هاي ويد ربي ترقيها ولا قلنا هاي حلة تنسى يخبر هي سدين والدين فريقها أين هي أين كتجب لبين أغروحها تنخبي سادت وتسليمها Thank you.
يعطيكم الصحة الناس بجاية، بارك الله فيكم شيخنا، يعطيك الصحة شيخ حسين وبارك الله فيك كما صحيت تنمرتينك. طبعا هذا هو الجانب الفني لهذه السهرة. نأتي الآن إلى المراسيم طبعا التكريمية لعائلة جمال علام كابتن عمي رابح. تفضلوا اللي راح يطلع مع عمي رابح. وأدعو في البداية باسم المجلس الشعبي البلدي لبجاية ينوب عن رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد نائب الأول السيد بوعلام شوالي، تفضل صورة تذكارية بورتري للفنان الراحل جمال علام. لا فيش تيزي وزو بعد الدور. على فكرة ولاية تيزي وزو السيدة مديرة الثقافة السيدة نبيلة قمزيان بعثت لنا زوج لوحات فنية تكريمية للفنان الراحل جمال علام. هذه القطعة رخيصة تاع بجاية، الجاية تاع الثقافة تاع ولاية بجاية. سي بوعلام ما ويلي سي ليك تصبر. أدعو السيد عمر غالب باسم قطاع الثقافة مال مديرية الثقافة والمسرح الجهوي عبد الملك بوقرموح. الأرتيست تبقى معنا سي عمر غالب باسم قطاع الثقافة لوحة اللي بعثتها لنا السيدة مديرة الثقافة نبيلة بومزيان. وأدعو السيد سفيان مدير سفيان بكموش بكموش مدير المسرح الجهوي عبد الملك بوقرموح لتقديم هذه اللوحة. تفضل. لا أدري إذا كان سي مخلوف موجود مدير دار الثقافة. السيد خوخي مخلوف موجود تفضل، لأنه فيه لوحة ثانية أيضا تكريمية ولاية مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو بعثت لوحتين بورتري طبعا للفنان جمال. بوركم خمر من وليد وسلم يوكلي. هذه كان اذا هو الحفل التكريمي على شرف الفنان الراحل جمال علام. يعطيكم الصحة ان شاء الله كل عام تفكروا فنه تفكروا تاريخه. غال مدير الثقافة سي سفيان بكموش مدير المسرح الجهوي عبد الملك بوقرموح وسيد مخلوف خوفي مدير دار الثقافة. تنمير في الهون أتكون الصحة. ليلة سعيدة. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. زوج لكم. دونك شو دينا nous souhaitons remercier toutes les personnes présentes en ce jour de commémoration qui ne manquent pas de faire honneur à la mémoire de notre père Jamal Alam. Nous aurons tant aimé être parmi vous, toutefois nos emplois du temps ne le permettent pas. C'est au travers de ces moments de rassemblement et de souvenirs qui sont engagements, acteurs, interprètes, écrivains et cinéastes, tous et toutes ensemble constituent un héritage artistique que se doivent connaître les nouvelles générations, nos enfants, nos artistes à travers son œuvre. Il a toujours souhaité éveiller les consciences, transmettre une histoire et toute la famille de Jamal Alam. Vous souhaitons une belle journée et se joignons de tout cœur à vous. Et merci beaucoup à Tekom Saha. شكرا. Thank you.